فمن السنة لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق، أما الجماعات التي ليست على الحق هذه لا تسمى جماعة. كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى جماعة. الجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى بالجماعة. فالجماعة هي لزوم الحق، قل أهله أو كثروا تلزم الحق، هذا هو الجماعة. ولا تخالف الجماعة التي على الحق بل تكون معهم على الحق. فمن فارق الجماعة سيأتي بيانه. نعم.